السلام عليكم كبداتي، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ صحيحة بخير الحمد لله، بسم الله على بركة الله. غنشارك معكم واحد الوصفة زوينة وزوينة بزاف، زوينة للوجه واليدين، اليدين بالأخص اليدين اللي كدير بحال هكا كتنقاهم حارشين. ديك البشرة الخشنة. المهم بسم الله على بركة الله، عندي هنا الحليب، عندي حليب بودر، عادي نستعمل نيدو، عندي عشق ديال نيدو. عرفتي هاد الوصفة قليل اللي تعرفها. عندي لابوكا، عطيتها لي واحد الأخت الله يعطيها الخير، هادو تنحتفظ عليه تنحتفظ بيهم، من بعد غندير بيهم تحشر، هما باش غنماصي وجهي. لابوكا ما تطحنوهاش، غير معسوها بالعشق ولا فرشيتها فحال هكايا، هي راه فيها الماء تكون لابوكا جديدة. السيفورة ديالي غير تشوفني كندير شي حاجة، مديوش على الجاكوكا ديالي، أنا شعري كيما دوشت مصيفطوش، غير تشوفني كندير شي حاجة زويونة وفرحانة خاصها تطفى. مسموم الله يجعل السلامة. شوفوا أنا دابا شنو درت، غسلت وجهي بالصابون مزيان، تنقيتو نشفتو، غنسيب هاد الخليط هذا، عرفت ما كيبانش ليكم ما نخليها هكا. شوفوا شوفوا لابوكا والحليب نيدو فقط، ما تحتاج لا تضيفوا الزيت لا تضيفوا الزيت ولا ديروا سميتو، ما تضيفوش فيها الزيت وما ديروش الزيت من بعد، البشره ديالكم تكون نقيه. انا غسله دابا، غسله بالصابون تبان لكم الطبله، تتبان لكم الطبله ديال الماء هناك، شتو انا عممت نقرب لكم باش تشوفوا الخليط كيفاش كيجي. شوف انا درت العشق ديال السيبوره ديالي، ما كنتفهموش انا وياك كيما بغيت ندير لها ندير لها. درت العشق ديال النيدو، ودرت الطريف ديال لابوكا، ما يعادل حتى هي عشق. انا ما كنبغيتش نبقى جالسه على داك الكراسه، وفي نفس الوقت غادي يخصني هذا، خصني المرايه. عندكم تقولي لي كيما كتقول لي امي، كتقول لي مسكينه كتاب لي التليفون جلسه التليفون ناسه التليفون التليفون تبرع ولا شي حاجه. انا تنديرها ليديا، والله والله القسم زعما ما نقولش لكم، تنديرها ليديا. هاد الوصفه درتها ليها تقريبا 15، على حقاش انا الا لقيت شي حاجه بحال هكا عطاتها ليا شي اخت ولا سميتها ولا لقيتها في اليوتيوب وجربتها وعجبتني، ما تنجيش نشاركها معكم، حتى كنجربها شحال من مره باش ما تجربوهاش تقولوا هادي كتكذب علينا. تا كنجرب شحال من مره عاد كنعطيها لكم. دابا فحال هادي راني جربتها عده مرات على وجهي وعلى يديا، وتقدروا ديروها حتى لرجليكم، غير هي رجلي غادي ديروها بعد التقشير، بعد ما تقشروا، بعد ما ديروا داك البوماج ديال التقشير ديك ديال القهوه والزيت، ولا شوف كيفاش نتوما بغيتو ديروا قماش لرجليكم، عاد يمكن لكم ديروا هذه، حيت هذه فقط كترطب ماشي كتقشر. بالنسبه للوجه ما تيكونش فيه شي حاجه، تقشروا يعني تنقيه مزيان، عرفتي ملي كتكون زربانه يا ربي السلامه،
كنقسم لكم بين حتى الوقت كتشد مع السكر، راه ماشي مشكل، راه باغي نقضي بحاجه ما الا ما لقيتش هذا الشيء راه الاحداث تاكل. هانتوما كيف قلت لكم في البدايه ديالي انا غنبدا نطبق على وجهي، عرفتي واحد الريحه فيها نجي حداكم ومن بعد نجيب ملعقه ديالي هنا كلياتي كلياتي عندنا عيتك بلادي عند رايسك شوف اشنو ندير بالمرايا، المرايا ولا ندير بها المرايا ما المشكل ما كنبانش كما درت مع السيبور ما قاديش الغالب ندير حلقه شوف سبحان الله العظيم هنا كنبان في الشكل وهني كنبان في الشكل عندي لك بحال هكا شوفي نحطها تحت الطبل هادي غنخليها حتى تنشف ونبرمها يعني ما غاديش فهمتي كيفاش مغاديش نحيدها زعما ولا نجي ونغسلها عرفتو لابوكا بوحدها ديروها لوجهكم بوحدها مفيدة ولكن بوحدها راه ما تتشدش حالك بوحدها راه ما تتحسوش بها فحال هكا شاده لكم في وجهكم معذبة شو حب ديالكم معذبة باش نتشارك معاكم الماسك والبنات اللي كيقولوا لي الطريقه اللي كتديري الحجمات زوينه الا كانت شي وحده فيكم قريبه ليا تجي نصايبو منها شفتو بصير كتخلي من بعد من كتغسلوها كتخلي البشره نقيه ومدايره كتخلي البشره نقيه ورطبة انا واخا راه ديجا درت هاد اليدية الصراحه والله التليفون ديالو والله ما كيعطي اسميتو على لونه حتى حاجه ما تتبان هي هادي عرفتي يديا كندير اليدية بحال هكا كيبانو ليا في الشكل ملي تنوريهم ملي تنشوفهم في التليفون تجيوني في الشكل يا ربي سلامة دعيو معايا ربي يسهل عليا باش ناخد شي تليفون يكون التليفون ديالي كيبانني كيبينني في الشكل كيبينني اولا الصوره ما تيبينهاش هي هذيك كان كحز باش يدي راه غدا انفو حطيت هاد الماسك كنبقى نبرم فيه البران فيه كتبقى غير ديك الزيت غير ديك الزيت ديال لابوكا شوف شوف بغيت عرفتي كتشهى انا ما كرهتش بعدا ما كرهتش نديرها للجسم ديالي كامل خليت واحد الشويه كاينين شي ناس طلبوني عليه الله 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 نبرمها في الارض كتبرم ديك لابوكا و والحليب وكتبقى الزيت بلاتي شويه تنشف هذه ديال وجهي نخليها 10 دقائق ديرني درت عليه من بعد كنصيفطها لواحد البنت
ودرت معها يديا. شوف شوف شتك كتبرم، ما عرفتش واش كيبان لكم ولا لا، كتبقى تبرم بحال الوساخ حاشاكم. دابا تخيلوا هادي ديروا فيها القماش بحال هكا لوجهكم، ما تحتاجوش ديروا الزيت من بعد ملي تساليو، كاع ما تحتاجوا ديروا الزيت وما تحتاجوش تغسلوها. انا كنبرمها بحال هكا وكنخليها واحد المده طويله، ما تخرجوش بها في الشمس ولا حدا البراد، على حقاش هي تتبقى لكم الزيت ديالها، كتبقى لكم الزيت ديال لافوكا. الزيت ديال لافوكا انا كندير لا سميتو كندير لشعري تاو كندير لافوكا. واخا غالية تنشد لافوكا كنجيب ديك لي عيانة شميتها تكون شوية رخيصة في الثمن، تكون ديك المهم أغلبية نلقاها نص من نص، حيت تكون شوية مضروبة ولا معطلة قديمة، كنشدها كنحيد القشرة ديالها بحال هادي كنقشرها. شوف هادي شنو قلت لكم غندير بها لوجهي بحال هكا، ندير بها مساج لوجهي، راني حاطة واحد جوج دروب. قلت لكم كنشد داك لابوكا القديمة، ماشي قديمة بزاف، المهم تكون كاليتي ديالها شوية عيانة، تشدت المعاسها بالفرشيطة و تندير لشعري. عرفتي كي كتخلي الشعر فراسكم كتسد المسامات ديال الفروات الراس مكطيحش الشعر، وعاد داك الزيت انا مثلا غندوش في العشية غنديرها في الصباح، غندوش في الصباح غنديرها بالليل، كنعاسها و هكا كنطليها لراسي. هي مزيانة للفروة و كتحيد القشرة، كتحيد القشرة مرة هادي راه بدات كتنشف. هادي ملي تبغيو تفركوها تبقاو تفركو بحال هكا بحال هكا الفوق. بالنسبة للبنات، بالنسبة للدراري تكون البشرة ديالهم مش هاد المشدودة تبارك الله يفركوها كيف ما بغاو. اللي عندو بالنسبة للبنات كتكون عندهم البشرة ديال وجههم بالشكل، ما عمركم تديرو قماج العكس، ديما ديرو بحال هكا. ديري هادي انتي حمقاتني انا درتها غير البارح، واش شحال درت فيها. لا 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 نوريكم، شوف شوف شحال طاح في النار، راسكم اللي طاح في النار ديالك. عطيكم تعلقوا لي على هذا الشيء، الارض مقية، الارض مقية وانا عاكزة. اش فيها يلا كبداتي، نخليكم يلا قلت لكم الراحه، باي باي عليكم الى الفيديو المقبل ان شاء الله، وبصحتكم تنتوما القماش ديالكم الى درتوه ان شاء الله. يلا باي باي.